بلدي شعبي شوكا والجنائن بابلية، لازم شعبي مشرد وهو بان الأبجدية. أتوعدون بلادي للعصور الحجرية؟ أتبيدون عراقا كان مهد البشرية؟ أتبيحون دماء يشهد الله زكية؟ أي كذب وادعاء يا دعاة الطائفية؟ واحد بلدي موحد منذ فجر الأبدية، واحد شعبي ويبقى ارحلي يا همجية. خبر عاجل: انفجار انتحاري في ساحة الطيران. احنا العراقيين ما كنا نعرف شنو خبر عاجل، ولا كنا سامعين بهالجملة قبل، الا بعد سنة 2003 اول خبر عاجل سمعناه هو خبر عاجل اعلنت القوات الامريكية وحلفائها من الغرب والدول العربية على جلب الحرية للشعب العراقي. ومن هذا اليوم تعرفنا على جملة خبر عاجل. ولكن الخبر الحقيقي العاجل هو موت يحيط بالعراق والعراقيين، وفساد ينهش البلاد على مدار سنوات. واليوم يقال أن العراق هو أكثر بلد حزنا بالعالم. هذه الحرية التي زعمتم أنكم قادمون من أجلها، ما جلبتموه وحكام ولاءهم ليس للعراق وليس للشعب العراقي. حكام يريدون النيل من العراق والشعب العراقي، يريدون أن يعطوا العراق هوية غير هويته، يريدون تقسيم العراق. أصبح العراق مجزرة بعد هذا القرار. كل نقطة دم شهيد في العراق أنتم المسؤولين عليها أمام الله. كل أم فقدت أولادها أنتم المسؤولين عليها أمام الله. كل شخص فقد مستقبله أنتم المسؤولين عليها أمام الله. هذه هي حريتكم الطائفية والتقسيم والنيل من الشعب العراقي. للبلاد العربية نسأل الله لا يشوفكم جزء من الحرية التي زعمتم أنكم قادمين بها للعراق. نسأل الله أن يرحم شهداء العراق ويبعث حكام تريد الخير للعراق وللشعب العراقي. شاركوا المقطع خلي الناس تعرف ماذا جلبت حريتهم للعراق وللشعب العراقي. أشوفكم في فيديو جديد، وحسبنا الله ونعم الوكيل.